مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم الاجتماعية رنا معاك لعودتكم كما دائما نقولها ونعودها أنها تطلع عليكم كل يوم جمعة. من خلالها نتناول عدة قضايا، عدة مواضيع اجتماعية، مشاكلكم، همومكم، نحاول نناقشها. هذا كله بحضور أقول كل من الشيخ حمو، أهلا بك. وعليكم السلام الشيخ. أستاذ قطاف مرحبا بك، عودة ميمونة. إن شاء الله الحمد لله، صحة عيدك ديجا. الله يسلمك، مرحبا بك معنا. إذا مشاهدينا بدون إطالة نروح لفقرة اسمعني ونعود نولي. موضوعنا الأول وقصتنا لنهار اليوم اللي يعني بدينا بها الحصة هو سيد محمد لجانا من العاصمة وبالتحديد من لوساندي، راهو حاضر معنا. سيد محمد يعني عنده حكاية، يعني مشكل في نفس الوقت، يعني حكاية من الماضي، من التاريخ ديالنا، يعني من بقايا فرنسا اللي خلاتها في بلادنا. راهو حاضر معايا باش يفهمنا أكثر. راهو حاضر معايا سيد محمد، مرحبا بك سيدي. مرحبا، أهلا بك في كلاتور. أنا معاك سيد محمد. أنا ماذا بيا تبدا لي يعني حكايتك مع حكايتكم، حكاية العائلة ديالك مع المستعمر الفرنسي. تفضل. أنا حكايتي واش صار لنا، أنا الثورة بدات بينا وخلصت بينا، واحد ما على باله بينا إلى يومينا. كيفاش بدات بينا وكيفاش خلصت بينا؟ احنا بكري كنا في البلاد بوزيزه، وكان بابا عنده حانوت ومعصره وقهوه، وكان يجيو العسكر يلعبوا يشربوا تما قهاوي يقصروا. قالوا له باللي دي مرتك وولادك لاكازبا عند اختك. انا عمتي الله يرحمها كانت تسكن في لاكازبا. قالوا روح دي مرتك وولادك هربهم، باسكو علاش راح نديروا اطونطا. بابا هربهم، غدو من داك فرنسا جاوا رازاو كل غدو من داك اطونطا. ما قلت له واش؟ قلت له داو العسكر اللي داوهم راحوا. غدا من داك فرنسا جات تحوس على بابا ما صابوهش. شكون اللي داو لاطونطا؟ رازاولو كلش، حوس عليه ما صابوهش. قعد دارو شارشي. كي رحنا لاكازبا، راجل عمتي عنده حانوت في سيدي محمد شريف، يقولوا له حانوت عزرين، يعرفوه كاع لاكازبا. وداير ياسف سعدي كانوا يدوروا عنده ويتخباوا عنده، يخبوا عنده السلاح وعلى بالهم. حتى 1962 معليش تفضل ورينا يعني الصورة. هادو هما اللي يعني ماتوا، يعني تبع عائلة ما شاء الله، يعني عائلة متكونة من شحال من انتم الأفراد؟ ستة ماتوا، في ستة. الله يبارك، الله يرحمهم، في ستة الله يرحمهم. هادو ماتوا ستة هما. أما أحياء عند الله سبحانه وتعالى. بابا وعمي ما ماتوش. بابا وعمي كانوا ما كانوش في الدار، والآخرين كاع ماتوا، وأنا تبليسي 90%. نعم، يعني الأم والعم. بابا وعمي ما ماتوش. ما ماتوش معاهم، ما كانوش في الدار. صحيح، ماتت يما وخاوتي كاع 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 هذو اللي كنتو كامل. قعدت غير نتايا و بقيت انا وخويا هذا الصغير هذا اللي لتحت. نعم، خويا واختك هذيك الصغيره، وحده صغيره ماهيش مصوره، ماشي معاهم. هذيك تبليسه الثاني بليسيا، وانا مبليسي. انا مبليسي 90% 90% دو بليسيو. داوني سبيطار مايو. هاوليك هذه تاع الجورنان تاع ليكودالجي. هاوليك هنايا تاع ليكودالجي، هاوليك هنا تاع حاطينهم. نعم، معليش احنا ماذا بينا انت اللي تحكي لنا يعني التفاصيل. وهذه تاع لافالان 64 65، عطاوها له البابا بليكو كون كو ولادو شهداء في ستة، وانا مبليزي. نعم، يعني اعتبروكم شهداء. شهداء، اعتبرونا شهداء. نعم، ومن بعد قال لك استنى جوسكا نوفال. اون 1975 خرج قانون بليك ماشي شهداء. بابا زعف، قالنا بالك واحد يزيد يهضر عليهم. من اليوم ما زدوش تهضروا عليهم. ولينا نخافوه بابا باسكو بابا واعر، ما كيف يقول كلمه كلمه. لا قعدنا هكذاك. انا يا كبرت، من بعد انا داوني سبيطار مايو، نحاول لي زيكلاد مورتي من كرشي من كراعي من هنا. واحد قعدت شحال هكذاك ما شفيتش، واحد طروا موالف في السبيطار.
ما كانش على بالهم راني حوسوا عليا ما صابونيش. من بعد كي جابوني الباب جديد، في باب جديد انا مكسل في البنك حتى نشوف واحد يعرفني. جا لي قال لي محمد محمد يا اخي انت لي مات يماك وخمسه خاوتك، وانا ما كنتش على بالي، ما كنتش على بالي بين 200 خاوتي ويما، على بالي غير انا مقيوس. كي شغل جات تيري عليا على بالك قعدت تروماتيزي واحد 5 صدمه صدمه تروماتيزي غير نسمع حاجه تاع رصاصه عاده وما نسمعش كي تعيط محمد، ما نسمعش محمد، سمع محمد راسي دور نقولي ماشي انا. واحد ربع ساعه باش نتهدن شويه من بعد قعدت هكذاك ندخل عام. المهم كي قعدنا هكذاك هكذاك سكننا في لوساندي بابا، من بعد يشوف الحيوط هذوك بالدم وتقوا بين الحيوط دانا لوساندي سكننا في لوساندي. كيف قلت لك 75 خرج قانون بلي ماشي شو هذا بابا زعف قال بالك انت يا والاخ ديالك عرفت انا واختي صغيره اختي صغيره بليسيا شويه ثاني 30% بليسير. ومن بعد بابا عاود زواج قعدنا هكذاك هكذاك 75 كي خرج قانون بابا قال بالك واحد يزيد يهضر عليهم. انا وليت نخاف وليت نخافوا بعد هكذاك حتى انا. من بعد انا دوك بابا مات 2008 انا مات وانا عطوني هديه اون بونسيون فيكتيم سيفيل غران انفاليد شحال 360 دينار 300000 تريميسا هذاك الوقت ما عندنا اوكان افونتاج اوكان والو غير هذيك الحاجه اللي نتوشيوها 300 دينار باتريميس باتريميس. 2008 رجعونا بار موا رجعونا شويه طلعونا شويه من واحد 800000 بار موا قعدت بها انا عايش بها ما عنديش. والاخوه ديالك دخولك وعايشين حاليا والاخوه ديالك خاوتي عندي مرت بابا عاود الزواج قلت لك نعم ساكنين في لوساندي انا وخويا صغير خويا دوك كبار وماكري مريض وعاود الزواج وعنده تزوج وعنده ولادو وزوجهم ولادو الحمد لله. انا ما عنديش دراري دوك انا راني ساكن مع خاوتي كاع يعني كل واحد شومبرا شومبرا. انا عندي شومبرتي جايه فوقها تحتها لاكاف لاكاف وعندي الشومبرا تاعي كي نحلها واش نلقى نلقى كوزينه كوليكتيف تاع خاوتي طيبوا فيها صافي السخانه تدخل الغمه تدخل كيما نديروا حرنا لاكاب من تحت. واحد النهار المراه كانت تصلي ضربت واحد الرعده المراه خافت ما تجري قالت لي بدات ترتعد قلت لها قالت لي ما نجيش نقعد هنا في الدار هذه امبوسيبل. رحت لدارهم اديتها لدارهم قعدنا بعد قعدت مع واحد 3 موا في دارهم قالت لي شوف نكريو يا خويا شحال راك تدي ناكلوا 500000 والاخرين اللي نتوشيهم نحطوهم كريا ونشوفوا الاحباب احباب ربي كاين احباب ربي. كيما كان الحال هذا جيت السيد اللي قلت لك عاوني ما خلانيش للان ما واش مخليني الحمد لله في رمضان يعاونني في العيد يعاونني كرالي يعني خلط. ما ربي يغلق لك باب يفتح لك ابواب حل لي بيبان الخير ما عندي ما نقول لك وانا ندعي له ان شاء الله ربي يعطيه مني ان شاء الله يعطي له صحته وليه ولولاده ان شاء الله معاوني. دوك انا راني ساكن كاري دوك هاني على برا ما هاني داير سوسيال راني داير دوسي سوسيال بصح 2013 وعباك السوسيال واش يقول لك؟ يقول لك الدوسي 2002 مازال ما عطاهمش كيفاش حتى 2013 يعطوك. دوك انايا انا واش راني باغي؟ انا حبيت دوموندي وزير المجاهدين يتدخل في القضيه تاعي هو مع الوالي سيد الوالي هذا انا بعت درت لهم دوسيات وعطيت لهم البراوات ودرت كاع الدوسيات. هاني ماركي في لاليست قالوا لي قريب السوسيال قريب قريب بصح ما جاب لي ربي ما يعطونيش. ان شاء الله تكون فيها خير. ان شاء الله الا كان عطاوني الله يبارك انا مانيش نضمودي دراهم مانيش نضمودي بابا ديجا قال لنا ما كانت مسكن اجتماعي ساكن ساكن وانا نخدم انا نخدم مع السيد هذا وراح نبدا الخدمه ما نعاود روبوني معاه باسكو قعدت عام ما خدمتش كنت بلانيمي والحديد حابط كل شيء كنت مريض نطيح دو فوا في الفجر في الجامع زوج خطرات في الفجر نطيح نكونوا نصلوا حتى تجيني الدوخه هذيك نطيح ويديوني خطره طحت في لادوش شحال من خطره طحت في الدار على هذه كنت في السحينه حتى شافوني طحت صافي كنت نعم. مريض نعم سامحني ربما رسالتك نخلوها في الاخير انا نروح الاستاذ قطاف. استاذ قطاف يعني قانون قبل ما نروحوا يعني لحقوقهم انه يعتبروا قال لك اعتبروهم يعني شهداء يعني مجاهدين لكن تغير ضحايا نعم ضحايا جرائم الاستعمار والمفروض نعم كما نعم المستعمل الفرنسي مخلفات ديالو يعني عنده لازالها تستمر العضويه المدنيه في جبهه التحرير نعم يعني المفروض يعطوا له صفه المسبل ولكن صفه الشهيد هذه تبقى
مشكل قانوني، لأنه الإقرار من جبهة التحرير الوثيقة اللي محرف 62 63 تأكد لهم صفت الشهيد. نعم. ولكن لما خرجت صدرت القوانين فيما بعد ما عطاوهم الصف، لأنه هذا ما يأثرش على هذه الحالة. الوضعية تاعو هو ماهوش يدور على الصفة وما الصفة تاع الشهيد، بقدر ما هو عنده مشكل اجتماعي ما يتمثل في طلب تاع سكن اجتماعي. المفروض عندك الحق، عندك الحق. انا باش ندير السكنة خبرش عليه. الحمد لله قلت لك عطاني مراه ربي مراه صالحة وعطاني التوبة نصوحها، كثر خير ربي وكثر خير ولين ونهار. بس واش مانيش ماشي مليح، راني هذا ما يمنعش انك لما حطيت الملف في 2013 باه تدي السكن في اقرب وقت. انا دوموندي قلت لهم انا بريوريتي عطوني دوك، لازم الوزير المجاهدين يدخل في القضيه تاعي باسكو علاه لا ربما نيشان ما يعطونيش، باسكو علاه الوقت اللي رانا فيه الحقره بزاف، ولي من يمدوا وليد الفاميليا ولي يحشم ما يعطولوش، يعطوا على بالك اللي من يعطوا غير الناس. الله يعافينا ان شاء الله، ربي يعافينا، نتفائلوا خير ان شاء الله ان شاء الله. نعم. لكن خير. انا حابه نفهم نقطه استاذ قطاف من الناحيه القانونيه، في يعني القصه ديالو ديال العائله ديالو ما عندوش يعني كيفاش نوجهوا، ما عندوش اجراءات يديرها انه ياخذ صفه بما يعرف بالاسره الثوريه. عندهم امتيازات. نعم. ابناء الشهداء ابناء المجاهدين عندهم نوع من الامتيازات في جميع المجال، خصوصا فيما يتعلق بالسكن، لانه حتى لما جاء قانون صفر قانون 81-01 التنازل الاملاك الدوله كانت الاولويه لهم في منح السكنات. بالنسبه للاجتماعي السكنات الاجتماعيه ثاني عندهم امتيازات وعندهم اولويه باه يسكنهم في اقرب الاجال. نعم. يعني هو نوعا ما تاخر على حط الملف في 2013، انا ما حطيتوش في 2000. انا دومونديت واحد الخطره جا هذاك تاع السكرتير تاع ولاد الشهداء قال له ساندي وصدمت لهم، لان ماهيش ما ترجعش للمنظمات الجماهيريه بقدر ما تلجا للاداره، ترجع البلدية حسين دا ترجع ولايه الجزائر. بصح انا كي هضرت ديوان الترقيه والتسهيل العقاري، هذه الاجهزه الاداريه هي اللي متكلفه بهذه السكنات. في نفس الوقت تقدم لهم انتيا العضويه تاع الوالد تاعك باللي خدم مع جبهه التحرير وخدم وقت الثوره، وانت كنت ضحيه تاع جريمه استعمار، وعندكم عائله باكملها وبيدت يعني. نعم. هذه من الاولويات. نعم. كانوا يراعوا الملف تاعك ويعجلوا لك بسكن اجتماعي. لكن المشكل وسؤال مطروح انه عائله باكملها كانت ضحايا المستعمر الفرنسي من المخلفات وقعدت لحد الان. لكن بس ما طولهاش يعني صفه الشهيد او المجاهدين، هذه يعني سؤال اللي يبقى مطروح استاذ قطاف. فيه مشكل على يعني مستوى في لانه المفروض الوالد تاعو قبل كان من حقه يلتجئ الى القضاء. نعم. القضاء الاداري، لان هذا العضويه لانه وقع فيه خلل على مستوى وزاره المجاهدين في دراسه الملفات الاعترافات، وفيه مشاكل على اساس تصريحات كاذبه على ناس دارت الثوره وفي الحقيقه ما عندهاش الصفه هذه. وقع مشكل، هذا المشكل وهو الملف تم الغلق تاعو في الفتره السابقه على ما اعتقد واحد العشر سنين فاتت، غلقوه هذا الملف نهائيا لعدم الاعتراف، رغم ان كاين ناس خدموا فعلا الثوره الا ما عندهمش العضويه تاع الاعتراف بصفه المجاهد. ولهذا في هذه الحاله القضاء يبقى هو الوسيله الوحيده لفتح هذا الملفات. يعني عنده امل يقدر يفتح الملف عنده امل. نعم. التجاء للقضاء. نعم. يلجا يعني للقضاء يعني الحل الوحيد. الحل الوحيد لانه يعني هو اللي من صلاحيه القضاء الاداري فتح تحقيقات. وربما كانت سامحني برك نقطه انه الغلطه ديالهم انه الاب ديالو تنازل. ايه نوعا ما. ربما هذه نعم ربما هذه كانت الغلطه ديال الوالد ديالك الله يرحمه. نيرفي بزاف على تنازل على بابا على كون حب دراهم دير لاكارت على المان تاع ما با فرونس، وانا بعت له بريا في 75 موراه كي قالوا له ما عرفش شو هذا، انا زعفت بعت بريا بعثوا لهم فرنسا قالوا له ردي عمرنا هادو نعطيك دراهم نعطيك فونسيون. بابا قال لي منين جات هذه؟ قلت له بابا انا فرنسا جاتك. قال لي وشكون بعث لهم؟ قلت له انا يا بابا بعث لهم. دار لي هكذا قال لي كلمه صحيحه، قال لي صار هكذا، قال لي يماك وخاوتك قتلتهم فرنسا، حنا تكافحنا باخرجنا
طحرت اولادي ودمنا ورفض استلام المنح وقال لي وانت قال لي راح تجيب الصندره يعني هذو هما المجاهدين قال مرت بابا جيبي لي الصندره هذوك نتيري عليها قال هذوك قال لي دوك نكمل عليك قال لي وانا خفت من بعد بيتي هكذاك من هذاك ولينا سكتنا دوك حتى كي مات بابا انا راني حاصل قلت لها ربما وديجا في لاكاز بلاكاز انا كنت صغير 12 10 سنين 11 سنه في الحانوت معاهم بالبومبه تاع الزيت هذيك نبيعوا بالرباع وكذا ويدخلوا عنده كيديروا على طنطا ولا يتخبوا عنده يخبوا ديجا هو في الفيلم تاع لاباط داجي واش يقول لهم روحوا للحانوت بيسري تاع لا ريكليبر انا مخبي عنده سلاح تصيبوا عنده سلاح دوه كان يخبي لهم بريسكي منا ريشو بريسكي في البوزكزا ريسكي في لاكاس باريس حتى مرت ولاد وزادوا راحوا كاع في سته وانا بليسي واختي بليسي وخويا هبل يعني عائلة صورية يعني عائلة راحت عائلة تاعي كاع راحت اللي بقينا انا انا معطوب 90% راهم عندي الفوتو هنا بك ما اختي مبليسية 30% وخويا اللي كي جا صاحبهم كاع موتا في الدار يشوف دم دم كاع خاوته ديبريسيون من 71 ويشرب دواء الى يومنا في الارميطاج للان وتمرمد ودار خدم مع الساس وهذاك الديريكتور تاع اللي خدم عنده تاع البوسطه عاونوا شافوا من الحمد لله عاونوا حتى ندير عاونوكم نعم وزوج نعم. ولاد زوجهم وعندهم ولادهم ولا ما شاء الحمد لله انا نروح للشيخ حمو الشيخ حمو يعني مخلفات المستعمر الفرنسي ربما فتحنا قوس في الحصه انه لازالها يعني هاي لك يعني المجاهدين عائله باكملها راه كانت ضحايا نعم نعم بيدت وخلتها يسمانا وما كل حرام في سبيل الله هم شهداء عند ربي احياء يرزقون سبحان الله حنا الرحمه لينا حنا للحيين هم هم عند ربي مطلي فيهم هذا يقيننا بربي هذا هو وبابك بابك واش نقول لك شكي شاف هذاك الخبث وهذاك عدم الاستعراف هذا يا قال من حب حتى واحد فيكم شو قال لكم خلي ربي جازيني خلي ربي جازيني ما جازيني لا الجزائر ولا فرنسا ياك قال لك ولادي هما يدون هذه هي ياك واش نقول لك حنا ان شاء الله يطيح الرحمة في قلوبنا من جهة بعضنا البعض وبعض المسؤولين يشوفوا هذا اسمه كما احنا نقولوا العينة من العينات اللي لازم نقفوا معهم ونساندوهم هاتيك انت يا ربي وحده لا العالم وشك تجوز ما كاتي بالله الا كتب ربي ان شاء الله بار كونتر نشوفوا ناس ما خدموا ما زاروا ما داروا راهم بالفيلات واسمها حاجة تمرض القلب هيدا ان شاء الله ربي بعث فينا رجال ليغيروا هذا النظام الفاسد وهذا المخلفات اللي اذنب فرنسا قاعدوا يخدموا بها لذلك ان شاء الله الرحمن الرحيم لعل طيح في ناس ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا املي انه يعاودوا يفتحوا الملفات وتلحق على بالي نعذر انا عايشين في هذه البلاد هذه ياك ماشي بين البارح واليوم حاجه تتبدل ولا بين اليوم وغدوه تتبدل وانما انسان يتحلى بالصبر ويناشد السلطات المعنيه بالامر انه تشوف هذا الملف بعين الاعتبار وترفد مستوى تاعهم ان شاء الله باش لعل وعسى ربي يجازيهم عنا كل خير ان شاء الله ان شاء الله وبعثت لهم انا البراوات كاع ركوموندي بدرهم شحال من البريه بعد اللي نبعث له جامي واحد رجع لي الورقه الحمراء وما قالها هذيك الورقه الحمراء لحقتني نقول لهم الدوسي تاعي عندهم لحق لا وزير المجاهدين لا هذاك اسمه اللي راهم كاع على كل حال واحد ما رجع على كل حال واش نقول لك ماكش وحدك اخ كريم هكذا جلست عندنا حاله ثانيه كما هذيك المجاهده اللي خرجوها من الامباصاد هذيك السكنه هذيك وكذا انا اشمئز قلبي ياك انا في بلادها تطرد اللي هي كما قالت انا الاعلام الاول اللي خيرتو هذا هو التاي نعم يعني كانت تسمى واش نقول خويا ربي معاكم ان شاء الله ان شاء الله العينه الحيه صور وثائق رسمية المفروض هذه تدون في التاريخ لأنها فترة أرشيف فترة زمنية ذهبية إذا راحت ما تعودش تدون حقيقة كما هذه لأنه هذه شهادة حية الصور تاع الأم والأختين والأخ أبيدت يعني وما شاء الله يعني عائلة يعني الله يبارك يعني تحسي باللي ناس كافحت نعم تحس يعني عائله باكملها يعني راه مليح يعني الحمد لله اللي قعدوا يعني بعقلهم توفات في سن مبكر 33 عام ولا 32 هي زايده 30 نعم نعم كانت هذه الام الله يبارك الاخوه يعني قعدت وحده اللي ما كانتش معاهم فقط انت يا يعني هذوك الزوج هذو زوج هذا ثاني نعم الله يبارك يعني تمنى عائله يعني
اللي بليسير ديالي انا هذاك. هذه هي يعني مخلفات المستعمر الفرنسي يعني اللي راح وخلاها لحد الان، ما زالت يعني الاثار ديالو خلاها معاه. في رسالتك في الاخير سيد محمد. انا رسالتي قلت لك ان حبيت نوصل الميساج تاعي وزير المجاهدين، على بالي بلي براوات تاعي ما لحقوش، بعثت له شحال من خطره نبعث له كوموندي وجامي رجعوا لي. بورتون انا خدمت في تريزور تاع صحه الشهداء في السبعينات كوم كونترولور دي تريزور، خدمنا حتى ل 75، وفي ال 75 داروا لا ديزونتريزاسيون تاع الولايات، رحت معاهم لا ولايه دالجي، حنا اللي دشنا تريزور تاع الولايه دالجي. بصح ابري 80 50 من بعد انايا مريض وما نجمش نروح روطار، دائما اللي يديروا بيا لي رابوشيف سيرفيس هذوك. نعم. قال لي هذاك تريزوري ديمسيوني ولا تروح ليسونسي. ديمسيونيت ما عرفتش، ديمسيونيت هذوك 10 سنين اللي خدمتهم عطاوني عليهم بروتريت 426 بديت. سامحني فقط كاين نقطة فقط نشير ليها برك فقط، أن الزوجة ديالو كانت حاضرة معنا ونورمالمون كانت حتجوز معنا لكن بظروف، لكن ما شاء الله يعني زوجة الله يبارك وقفت معاه بالرغم يعني عرفت بالظروف ديالك، عرفت باللي يعني نعم نعم كانت عرفت بالظروف ديالو يعني دنيا. الحمد لله يعني الحمد لله والله هي ترجف عيال. نعم. بالرغم يعني ربي يبتليك ما شاء الله يعوضك، عوض لي قلت لك ما شاء الله هذا هو يعني رجع شوف يعوضك عوض لي ما يجمعش عليك زوج حاجات ماشي ملاح اكيد الحمد لله، لكن الحمد لله هذه شهاده منك. لا 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 اله الا الله وماشي واللي يعرفوها كاع اللي يعرفوها كاع جيبهم هنا يشهدوا فيها كاع يحبوها كاع يحبوها. يعني كانت جات لها هي مرت بابا يعني راحت للحج الاخت رايفات كي جات بناتها سلمت عليهم وراهي زبيده شافتها بدات تبكي قدامهم وبناتها خزروا قالوا كيفاش تبكي حنا ولادها ما بكتش بكات مانيش عارف تحبها باسكو هي محبوبة. نعم. وقفت معاه يعني بالرغم من عرف الظروف ديالو. إذا كان في الليل طلع عليها قبل واش راكي مليحة دي لها فاكية تدوش لها تغسل لها نهار واحد الحاج هي يعني هذه الأشياء البسيطة ربما فتحنا قوس أنه يعني دائما أنه الكبير ربي يعوضه. نعم. هذا الأصل نعم. في طبيعة المجتمع نعم. الجزائري هذا نعم. هو الأصل طيبة نعم. القلب هذا هو يعني نعم تسيب لي نحيلك دخت الخاطر نعم وهي راح تلقاها يعني وهي راح تلقاها يعني الحمد لله يعني راح تلقاها نعم ربي اللي قال هي صبرت نعم. معه وربي طالها بشارة لا لا الحمد لله والله الحمد لله قال لك أنا بغيت طولت شوية باش تزوجت ما تزوجتش وهكذاك شوف بالله بابا مسكين داعي لي غير بالخير الحمد لله وكي كان يموت شادو هكذا والدمعة طيح له مسكين ولا شادو هذاك الدنيا متاع خير متاع الزوجة الصالحة الله إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها في مالك وعرضك وولدك فهمت؟ هذه هي الصفة تاع المرأة وإحنا بالمثل الشعبي خير المرأة وشر المرأة كاين المرأة اللي تربح وجه الخير على العائلة كامل وكاين المرأة وجه الشر ملي تدخل عليها حتى تحطمهم إذاك علاش نحبوا ندعوا احنا دائما بالخير؟ الله يطيحنا ويطيح ولادنا وخاوتنا وخياتنا وكذا في الناس الملاح الصالحين اللي بهم يصلح المجتمع. انت المرا كي تصلح يصلح المجتمع المجتمع. كي تعد مرا شابه وتولي مدرسه راح تجيب لك الشعب العرق تاعو طيب منه الدكتور منه الامام منه المحامي منه الصحافي منه منه. بصح كي تكون مرا خرده هذه لك ذات الخاطر وتولي مجتمع كاع فيه ذات الخاطر نعم يعني بالرغم من الظروف ديالو لكن الحمد لله او شد الانثى ربي يطال له بالونس يشتاف الزوجه تاعو نعم والله يشد فيها ان شاء الله ويخليها تاج على راسه ان شاء الله امين وربي يجازيها بالجنه امين نقول لك حاجه انا والحمد لله نعم يمكن نقول لك حاجه تضحك الى يومنا ما نضحك على بالك الى يومنا ما قالتليش واش عندك واش تخلص واش ما عندكش واش وما ديرش درام عندها وما تعرفش الفاميل وسط 200 علاش لا خليها في نيتها خاطر اللي 200 قدبت نحسب قالت لي واش شو قالت لي واش تحصل في هذو فاميل 40000 كاس قلت لها واش الفاميل قالت لي هذو البي تاع 200 والفاميل ما تعرفوش الا 200 ولا 20 ما تعرفش درام يعني هي مرأة ما شاء الله يعني صغيرة في العمر وجات حضرت معنا يعني الله يبارك لكن يعني هذه شهاده من الزوج ديالها يعني الحمد لله الله غير ما خلت الله ندعي لها ندعي لها ليل ونهار نعم وان شاء الله ربي يطهر بيتك من النميمه ومن الغتبه ومن الحسد ومن العين هذوك ما عندناش انا نقول لك الله يطهر بيتك امين انا ثاني كان ما عندناش ولا عندنا ياك ولا بدار يخلى من هذا الشيء هذايا وانما انا حبيت نقول يا ويح من اشارته الاصابع حتى ولو كان ذاك في الخير ولو بالخير
ياك حنا نطلبوا بعضنا البعض وندعوا بعضنا في ظهر الغيب، الله يستر ديارنا امين هكذا ويستر خاوتنا ويرزقك وشرك متمني عند ربي أمين. وتجد الاذان الساغيه انت ما دامش قيت المنبر هذا رسالتك واضحه انك تقدم رساله لبعض المسؤولين يهتموا بالامر تاعك القضيه انا غاتري عمري بك علاب لا على هذه الزوجه الصالحه تقعد في مسكن تاعها بيرسونيل تحس بالراحه الروحيه انا شوف انا كي كنا نسكنوا ثم كي نديها ديفون نديها برا كي طاني جوات البحر هكذاك شم تشم الريحه كي تطيح الظلمه ما تحبش تدخل الدار تقول لي نزيد وين 11 تاع الليل نزيد تتهرب من المشاكل ماشي باغيه هذا هو انا هما الشومبره مغمومه شومبره تحلها كوزينه تضربك الصاد تاع الماكله تغلقها غمه كيما درنا ها ذكي راني وين راني كاري عندي بالكون تاع كوزينه بالكون هي استديو ما شاء الله واحد استديو ما عندي ما الهواء يدخلنا رحمه ربي ولات هكذا لايف وانا ثاني كانت عندي لانيمي حابطه الحديد حابط طلعتهم مهموم دائما تخمم انا كنت انا كنت دائما بال تعرف شنو دائما انا الطبيبه دخلت لي قالت لي انت راك مصفار اش بيك؟ روح دير زاناليز كي درت زاناليز لقيتهم قالت لي راك حاك واش حابط سي بور سا كنت نطيح وندوخ ايبان درت ريجيم والدواء الحمد لله يا ربي كثر خير عليك العيشه الهنيه تكمن في ثلاث تكمن في ثلاث باش تقول راني مهني في دار الدنيا عندك ثلاث حاجات اول حاجه الزوجه الصالحه صح الحمد لله المسكن الواسع تاعك بيرسونيل مسكن واسع المركب الهنيء المركب الهنيء والعلماء ربي يجازيهم عنا كل خير زادوا الرابعه قالوا والجار الحسن حسن والله العظيم والله العظيم غير عندي جيران هذو ما عندي ما شحال خمس شهور معاهم والله العظيم غير عمري في حياتي ما شفت جيران كيما هذوك الحمد لله ماشي مواليه ما ربما ربي ابتلاك سامحني قطعتك بالعائله ديالك يعني فقدتوها يعني ويعني عند ربي سبحانه كيما نعم عوضك يعني بزوجه صالحه جيران 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 لقى ناس عاونوا في حياتك الحمد لله في الزوجه الصالحه كلش فيها ربي هي تقولي تقولي انت بابا انت يما انت خويا انت كلش وانا كيف كيف هذا رساله للنساء والله غير العاشر نعم هذه رساله باللي مازال وجوه الخير والله غير ما عندي شوف والله العظيم غير هكذا غيرتني على بالك انت شفتها انا لو كان جبتها معايا وتشوف يعني بتشوف حق ربي غير يثبتك ويحفظها من عين الانس والجان ان شاء الله ان شاء الله والله غير انا اقول لك والله صدقني مع كل احتراماتي شيء مؤسف ربي ان شاء الله يسترها لنا ويجيبنا رجال سيد محمد انا نتمنى لك منه من هذا البلاطو ان شاء الله تكون بشرة خير ان شاء الله ان شاء الله والمره القادمه ان شاء الله تاع وجوه الخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا المنجل المنجل لازم المنجل السيف اصدق انباء من الكتب في حده حد بين الجد واللاعب فهمت بيض الصفائح ماشي كما بيض الصفائح لذلك هاو علاش حنا قلنا الله ينصرهم ليرفدوا علينا هذا الذل ونحوا علينا هذا ضيق الخاطر ان شاء الله يلحقوا للملفات التواك ان شاء الله ان شاء الله ياك وينه ينحونا كاع ضيق الخاطر ان شاء الله الله ينصرهم ان شاء الله آمين. وتكون بشرة خير ونستقبلوك ان شاء الله انت والزوجه ديالك ان شاء الله ان شاء الله ونجوا حنا لعندكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشكرك على حضورك الله يعطيك الخير ربي يحفظكم ان شاء الله ونشكركم بالبزاف ان شاء الله العفو هذا من واجبنا احنا الحاجه اللي قدرنا كاع الناس اللي عاونوني ان شاء الله الحمد لله اللي نقدروا نديروها نديروها اللي جات فوقنا الله الله يعطيكم الخير يسلمك مرحبا بك معنا اذا مشاهدينا بدون اطاله نروحوا مباشره الفقره نكملوا في فقره اسمعني نروحوا لموضوعنا الاخر ونعاودوا نويلوا عودة إليكم مشاهدينا مجددا مع موضوع وقضية أخرى هذه المرة طريقنا هي ولاية تسنسيلت رو حضر معايا الحاج أحمد شكرا احمد نعطي الاسم تاعي يا سيدي وانا مرحبا بك شكران احمد شكران شكران احمد شكران احمد نعم الحاج شكران احمد مرحبا بك معنا في بلاطو الله يسلمك الحاج شكران احمد جانا اليوم من البرنامج رانا معاك على الاراضي ديالو عنده 60 قطعه ارض وحكم عليها بقرارات بتسعه قرارات نهائيه نعم كيفاش بدا المشكل؟ وصيغه صيغه تنفيذيه بحكم بدا بحكم وبالتعويض 200 مليون سنه و60 مليون نبدا واش بيا الحاج كانت عندك 60 قطعه ارض 60 قطعه ارض مارست استمرينا في النزاع من 72 نعم لغايه 96 اصدر امر من وزاره العدل نعم ماذا بك السيد هذا تكلفوا خبير عقاري عن طريق المساعده القضائيه خرج لي الخبير هذا نوزن العرض 45 يوم من نوزن بحضور هذه الجماعه المتعدين نعم الجماعه المتعدين هذا قسموا الاراضي
لكل واحد من هي من هبه ودب عطاو له النصيب، ادي انت 10 ودي انت 15 ومن بعد اشتغل. كي جيت انا والخبير قلنا لهم يا جماعه انا رانا نوزنوا البلاد هذه، راه عندي في الوثائق وراه عندي في عقد راه 1885 عقد راه بروبريتي ومسجل، انتم الى عندكم شكاش وثيقه على هذه القطعه نتاع العرض اجبد ودي. يقولوا ما عندناش الوثائق. هي وكيفاش بلاد جدودي حكمت عليهم في الابتدائي بالطرد المدعي عليهم وكل شغل بيدنيهم من قطعه العرض، سواء الكائنة ببلدي سيدي عبد ولاد بسر، ترجع اصلا مكيتها الى السيد فراش بغداد بالربح. طيب شكون هذا فراش؟ جدي هذا جدي. نعم الله يرحمه. بعد النهار اللي داروا الاستئناف بلغتهم انا داروا الاستئناف المجلس، مجلس الثالث مجلس قضاء الثالث، واش يصدر قرار؟ يصدر قرار بعدم قبول الاستئناف شكلا ندي ومن معاه، عدم قبول الاستئناف شكلا نهائيا. زاد رتنا الحكم تاع القطع، الحكم هذا واش نتاعي واش يقول؟ يقول حكم حاز قوة الشيء المقضي فيه واصبح نهائيا، ذلك سناد لنص المادة 338 من القانون المدني. هذه رئيس المحكمة عرضتها عليه ما عرفهاش. يعني حكم لك انه القطع الأرضية ديالك. أرض نتاع ديالي. نعم. ومارست عليها وشارعت عليها وحكمت عليها وعندي عليها. المشكل حاليا انه في التنفيذ. التنفيذ راه ما حبوش ينفذولي. سامحني فقط الحاج انه نروح انا الاستاذ قطاف. استاذ قطاف عنده يعني 60 قطعه ارض، حكمت له المحكمه كانت فيها نزاع، حكمت له المحكمه انه كانت عنده عقود الى غير ذلك، انه ديالو هذه القطعه الارضيه يعني، لكن التنفيذ المشكل يعني المشكل دائما انه التنفيذ، مشكل تاع التنفيذ. نعم. عنده نزاع عقاري وعنده حكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي فيه وبالصيغه التنفيذيه، والمشكل بقى في قضيه التنفيذ. نعم. لانه قدم حتى شكاوى بالمحضرين القضائيين على ما اعتقد، المحضرين القضائيين اللي رفضوا وطلبوا منه مبالغ على ما اعتقد كبيره ولا حاجه كيما هكا. المشكله دركا راه قدم شكوى، قال لك النائب العام ما استقبلنيش، من حقه باه يستقبلوا لانه راه يسعى، لان هناك تعليمات من غير النصوص القانونيه، تعليمات لتنفيذ الاحكام القضائيه، لان في هذه الحاله المحضر القضائي يستعين بالتسخيره تاع القوه العموميه وينصبوا في الاماكن تاع ال 60 قطعه اللي جزئت، لان هذا لما اعتقد راه واحد 1000 هكتار. اي راني مسجل. المساحه كبيره. 60 قطعه. مساحه كبيره. 60 مساحه كبيره وارض فلاحيه. نعم. هذه ارض فلاحيه. انا نطلب لحد الان، لحد الساعه لم يتم التنفيذ. لا انت ريت ولادي راهم في المخدرات. كانت يعني منها لقمه العيش ديالو. ايه ولكن للاسف انه لما تكون هناك احكام باسم الشعب الجزائري ويصبح جهاز العدالة يعني مجمد به ينفذ، يعني شيء مؤسف. رسالة ديالك وشنو؟ أن يدخل في التنفيذ. الوزير يعيط لي، ماذا بي أنا يعيطوا لي. نعم. ويديروا تحقيق في هذه القضية، هذه ماذا بي أعطوني حقي. ينفذوا الحكم. ينفذوا تنفيذ الأحكام القضائية اللي ولادي راهم يضربوا في المخدرات، سبحان الله العظيم. ما كاينش كي نهضر معاه نصيب عنده حق. اي شيء يديروا ما عنده ديجا هو محقور. نعم. ربما رسالتك شيخ حمو. انا رساله اقدمها يسمى ما خلناش واش نقولوا. نعم. هو لو حفص على الجمره قال لك ما اللي ما يحس بها غير لو حفص عليها بحره. اذا كان نقول له ان شاء الله ربي ينصفك. خش بالطريقه لو يهدر بالعصبيه يركبوا له الاعصاب، ديروا له الاعصاب. حس روحه الحقر في دوله الحق. رزقي بك واقتي ما عنديش. ونطلب ونطلب انا. مواطن عطاله القضاء الحق يتنفذ هذا الحكم، لأن هذا الحكم صادر باسم الشعب الجزائري يتنفذ بقوة القانون، ولكن للأسف ولادي قدام راهم غايضين 34 سنة. ما والله ما أعطيني أضرك بنت قهوة نبقى نخمم بعد نعطي له 34 سنة نعطي له. قال لك وبشير الصابرين الحاج، ما تخمم لا في الموت لا والو. نعم. أربع خطرات راني انتحار بلي صفا. معليش ان شاء الله اللي ربي خلاك على قيد الحياة منتحر، يعني راك مع أهل جهنم. لا هذو هما اللي كانوا السبة تاعك. ما هم السبة، بالعكس إن شاء الله بسببك أنت رجال كيما أنت يضربوا يدهم على الطابلة ينبوزي وروحهم في بلادهم. لا نريكم ربي يعاود يجيب الحق. نريكم في الحراك ومن وخرجكم من وخرجكم من وخرجكم. إن شاء الله احنا نتمنوا أنه رسالتك تلحق إن شاء الله. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيكم الخير. إن شاء الله. الله يسعدك. إن شاء الله. وربي يكون معك إن شاء الله. يا ناس البلاد هذه اسمع راهم موالينا ما تؤذيها. أنا بابا قتلوا وأنا
قلت له انا كاين نرجع الحاج كاين نرجع كاين نرجع اللي جا صدق ما عادوا عليه اش حاج كاين رجال والحمد لله الانسان ما يسكتش على الباطل الانسان ما يسكتش على الباطل هذا الحمد لله كاين رجال هذا الجزائر والله ما تعوجوهنا سيدي اقسم بالله ما تعوجوهم وتجيك اليوم وتقول لي والله الجزائر هذه ما تعوجوهم قادر ان شاء الله حاج حنا نتمنوا انه رسالتك لحقت ان شاء الله حنا فتحنا لك باب يعني مازالت الدنيا بخير وان شاء الله نتمنوا انه استقبلوك مره اخرى وتكون فرحان مع اولادك ان شاء الله بارك الله فيكم الله يخليك لنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشكرك استاذ نعم نعم وعلى كل حال شيخنا ماري يعني ما درتش حتى حاجه اللي نعم نشكرك الحاج نشكرك مرحبا بك كنت مركم قلت لي ما تسميش انا عندي بلا ويعيطوا لي ويديروا تحقيق انا ماذا بيا انا وزير العدل يدير تحقيق يعيط لي نعم نعم ويديروا لي تحقيق نعم الى اني ظالم الى اني ظالم نخلص الى اني مظلوم نخلص حقي لا لا ان شاء الله هتدي حقك ولا بالادله راه كلش بالادله ونجيب لهم الادله ان شاء الله ان شاء الله نشكرك الحاج على حضورك راني ناشد السيد وزير العدل من هذا المكان نعم راني ناشد في سيد وزير العدل انا شقران احمد من تسمسيل ديروا معايا تحقيق على هذا العرض الى ماشي انت اي عطولهم مبروك عليهم نعم. يقدموا لي اي وثيقه ومبروك عليهم نشرعت معايا مره عندي استقرارات نهائيه ربما احسن ختام الحاج ربما احسن ختام ختموا به البرنامج اذا وصلت نعم نعم ان شاء الله الرساله وصلت شيخ استاذ نتلاقاو ان شاء الله في مواعيد اخرى انا نروح للمشاهدين الكرام نقول لكم نتلاقاو في مواعيد اخرى الجمعة المقبلة بحول الله ما تنساوش تتصلوا بنا عبر الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة صفحتنا على الفيسبوك بريدنا الإلكتروني بابرنا معك مفتوح لكم أنتم مشاكلكم همومكم بقلبنا بروحنا وبحتى ببابنا كلها مفتوحة لكم نتلقى في الجمعة المقبلة سلام.